قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية كرة الريف المصري بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية. بإجمالي عدد مشروعات يصل إلى أكثر من 1000 مشروع تخدم أكثر من 500,000 مواطن، ومن بين تلك المشروعات 140 مشروعا بقطاع الصرف الصحي ووحدتين اجتماعية وأربع مراكز لتنمية الأسرة والطفولة، بجانب إنشاء مركز للتأهيل المهني و30 مشروعا لمراكز الشباب و83 مشروعا في قطاع التربية والتعليم، بالإضافة لمشروعات قطاع الاتصالات والصحة والمجمعات الحكومية والزراعية والبيطرية والطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء. الحقيقة بشرف بوجودي في قرية من قرى طبعا مشروع الكبير اللي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع القرن، مشروع حياة كريمة، قرية نهطاي في مركز زفتة بمحافظة الغربية، وبشرف الحقيقة بصحبة معالي وزراء التموين والتنمية المحلية والإسكان والسيد محافظ الغربية، ويمكن الحقيقة القرية ويمكن زي ما تفقدتوا حضراتكم وشفتوا معانا يعني نموذج من النماذج التطوير اللي إن شاء الله كل قرى مصر هتكون بهذا الشكل. المركز كله على بعضه النهاردة 600,000 نسمة عدد سكانه، في أكتر من 1000 مشروع بيتنفذوا في وقت واحد. القرية زي ما حضراتكم شفتوا هي قرية من القرى الأم، ففي اهتمام كبير جدا، يعني شفنا حجم المشروعات في كل المجالات، يعني في مجال طبعا الخدمات، مجمع الخدمات شفناه بالكامل خلص، مجمع الخدمات الزراعية، الخدمات الحكومية والخدمات الزراعية، مدرسة جديدة بتنشأ علشان نقضي على نظام الفترات جوه المدرسة، كمان بالتوازي مع ده رفعنا كفاءة المدارس القائمة، تطوير ويعني الترع كلها زي ما حضراتكم شفتوا. عملنا يمكن نموذج أيضا فريد في هذه القرية، أن نتعمل ممشى أو كورنيش على الترعة بعد ما تم تطويرها ودمجها. عملنا يمكن مشروعات ضخمة جدا زي ما حضراتكم شوفوا، حتى يعني بمشاركة المجتمع المدني بيتم طلاء وجهات العمارات اللي على الشوارع الرئيسية، وحدات الإسعاف، وحدة طب الأسرة، وحدة تنمية المجتمع، محطة المياه الشرب اترفعت كفاءتها وكمان اتزادت طاقتها الاستيعابية. احنا موجودين النهاردة في دلوقتي في محطة الصرف الصحي وبرضو بتترفع كفاءتها وبيترفع قدراتها الاستيعابية عشان تبقى قادرة على التعامل مع التوسعات المستقبلية لهذه القرية. فالحقيقة منظومة متكاملة بالكامل موجودة وبنشوفها في القرى المصرية، وده اللي يمكن أنا أهم حاجة اطمنت عليها برضو، حتى التوابع اللي هي تبع للقرية إن ابتدت اتعملت فيها مشروعات الصرف الصحي وابتدت هتدخل الخدمة تباعا في خلال الفترة الجاية، لأن مش فقط القرى، احنا بنتكلم على القرى وتوابعها كمان. فالحقيقة الحمد لله هذا المشروع مشروع بجميع المقاييس، هو مشروع القرن الجديد اللي بيؤسس للجمهورية الجديدة اللي أطلقها فخامة الرئيس، وهو ده فعلا اللي إن شاء الله المشروع ده زي ما كنت بقول دايما وحنفضل الأولوية الأولى للدولة المصرية والحكومة المصرية بالرغم من كل التحديات اللي بيواجهها العالم، هو استكمال هذا المشروع الضخم والعملاق، لأن تأثيره الإيجابي على 60 مليون مواطن مصري واضح تماما، وبالتالي يعني بالتأكيد عشان كده هيبقى ده هو أهم مشروعاتنا إن شاء الله. أيضا يمكن لو حضركم تابعتوا تابعنا برضو مشروعات الرصف الطرق، وشايفين الطرق الرئيسية ابتدى الأسفلت بيتحط فيها، الطرق الفرعية كلها بتعمل لها دمج بصورة جيدة جدا. فالحمد لله يا رب المنظومة بصورة جيدة موجودة، وإن شاء الله هو ده النموذج اللي هنشوفه في كل القرى المصرية، وحنستمر الفترة الجاية تباعا في زيارة المحافظات عشان نتابع هذا المشروع العملاق. احنا عندنا مركز زفتة فيه 54 قرية 88 تابع، عدد المشروعات 1000 مشروع شغالين انت على مستوى مركز زفتة، بنخدم ان شاء الله ما يقارب 600,000 مواطن هيحصل على كافة الخدمات سواء مياه شرب او صرف صحي او غاز طبيعي واتصالات، رفع كفاءة المدارس وانشاء اجنحة جديدة، وحدات صحية جديدة ان شاء الله، منظومة متكاملة على مستوى القرى مركز زفتة. احنا موجودين دلوقتي في قرية نهطاي، ويمكن احنا موجودين امام مركز تنمية الاسرة الخاص بقرية نهطاي، وورانا كده ان شاء الله الموقع الخاص بانشاء مركز شباب قرية نهطاي. على يمنا في مجمع للمدارس للتعليم الأساسي علشان نفك كثافات الموجودة عندنا للطلاب، في الأمام في نقطة شرطة بيتم إنشائها، ومن خلفها نقطة الحماية المدنية، وعلى يسارنا المجمعات الخدمية سواء الخدمية أو المجمعات الزراعية البيطرية، ومن أمامنا لأول مرة في قرى حياة كريمة بيتم إنشاء كورنيش في داخل قرية في خاص بقرية نهطاي، وتبطين ترعة العطف علشان المشاكل اللي كانت عندنا داخل الترعة وصعوبة وصول المياه لنهاية
الحياه الطرق. الحمد لله البنيه التحتيه الكامل بالكامل داخل القريه تم نهوها بنسب تنفيذ 100%، وكمان عندنا في توسعات لمحطه المعالجه بتتم داخل اللي هنزورها ان شاء الله مع دوله رئيس الوزراء علشان نستوعب كميات الصرف الصحي اللي هتكون داخله عندنا في المنظومه من جديد نتيجه خدمه القرى والاماكن اللي كانت محرومه من خدمات الصرف الصحي، عشان نكون مستوعبين لكميات التصرفات اللي جايه لنا من الشبكات ونقدر نعمل لها المعالجات اللازمه. وترجل رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء قرية نهطاي، حيث استمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية، والتي تعد إحدى القرى النموذجية داخل مركز زفتة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة بنهطاي، والذي يعد من أبرز مشروعات المبادرة باعتباره بأنه يسهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية. كما تفقد رئيس الوزراء أعمال إنشاء مركز شباب قرية نهطاي ومشروع إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي ورفع كفاءة مدرسة طلبة السايح للتعليم الأساسي ومشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة. كما تفقد رئيس الوزراء المنطقة اللوجستية بطنطا، والتي تعد من أكبر وأضخم المشروعات المقامة بالمحافظة، بالإضافة لتفقد تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي.